بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي شفانا وعافانا، وهو القائل في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء من عند ربنا وحده، وبس الواجب علينا احنا ان احنا ناخذ بالاسباب وكانها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكانها ليست بشيء. انا اسمي حسين فروح، مهندس استشاري في دبي لمده اكتر من 20 سنه، ودلوقتي اكزيكتيف دايركتور لاحدى شركات المقاولات. وكنت بعاني من الام الظهر دي منذ مده طويله، من 20 سنه تقريبا، وكل مرة بحاول أتفادى عمل العملية، لحد ما الأمور ساءت نتيجة طبيعة العمل بتاعنا كمهندسين، إن إحنا بننزل مواقع وبنمشي فوق الحديد وبنطلع سلالم وبنمشي في الرمل. فالأمور ساءت لدرجة لم يمكن معها من الواحد يتحمل أكتر من كده. فابتديت أشوف أطباء في مصر وهنا، والحقيقة أجمعوا على إن لازم أعمل عملية، والعملية دي كانت حتى تبقى فيها توسيع للقناة العصبية اللي في العمود الفقري، عشان يروح الألام اللي كانت في الرجلين اللي منعتني من ان انا اقدر امشي او اقدر امارس عملي، وحتى كان في صعوبة في النوم بالليل. الحمد لله اخدت القرار وعملت العملية الشهر الماضي في تقريبا يوم 16 أغسطس، وما كنتش مصدق ان هيكون في التحسن دوت بعد العملية. فالامور تحسنت بشكل كبير جدا بفضل الله، وبحب اشكر ادارة المستشفى وكل العاملين بيها على حاجتين مهمين. اول حاجة العناية الفائقة اللي انا شفتها في المستشفى من الستاف كله كامل قبل وبعد العملية. والشيء الثاني حسن اختيار المستشفى للموظفين اللي بيعملوا بيها ولفريق الأطباء، ويعني عايز أقول إن ده يعني مذكور في القرآن برضو: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فبحب أشكر الدكتور علام، خاصة أحمد علام، لأنه هو فعلا قوي في علمه وأمين في عمله، وكان مخلص وعمل العملية بشكل بروفيشنال. والحمد لله أنا ما عنديش نسبة ألم تتعدى 10% دلوقتي من اللي كان قبل كده. ونصيحتي لكل مريض عنده نفس المشكلة إنه ياخد بالأسباب زي ما أنا قلت، وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وشكرا جزيلا لكم.